كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وصحه جيده. مرحبا بكم كاملين في فيديو جديد على القناه ديالي، ونشارك معكم فيه كيف ما شفتوا في عنوان What I Eat in a Day، شنو كناكل خلال النهار وبالخصوص خلال شهر رمضان المبارك، شنو كنوجد في طبله الفطور، شنو كنوجد في طبله العشاء، وشنو كنوجد في طبله السحور. فحاولوا تتبعوا الفيديو حتى النهايه الى عجبكم، ما تنساوش ديروا له لايك وتبارطاجيوه مع كاع الاصدقاء ديالكم. الا كنتي اول مره كتشوفني، الا سبق لك تبعتي فيديوهاتي، الا عجبكم محتوى قناتي، ما تنساش تنضم للعائله ديالنا، ضغط على زر الاشتراك، تفعل جرس الاشعارات باش تكون مصممين ينزل اي جديد، تكونوا نتوما اول وحدين كتوصلوا به. بزاف ديال الناس منكم سقسوني على هاد لاماشين هادي، فكنوعدكم انني غادي ندير فيديو خاص عليها، غادي نعطيكم فيها جوج المعلومات، شحال خديتها ومنين خديتها ولي زوبسيون اللي فيها. فبلا ما نطول عليكم يلا نبداو الفيديو ديالنا. Oh,
الدجاج غادي نرافقو بسلطه ديال البطاطس المسلوقه، واللي غادي نحتاجو فيها جوج البيضات، جوج البيضات، لاصوص الجيريان، زيت الزيتون، والقزبر. غادي نحاول ما امكن انني نسلق هاد جوج البطاطس مع جوج البيضات في الماشين ديالي. من بعد غادي نخلطها مع لاصوص الجيريان وزيت الزيتون، وغادي نزينها بالقزبر. فهمتوا معايا؟